اليوم موضوعنا مع رندا فهد عن النفخة. صباح الخير رندا، خاصة بهذا الطقس بين الاي سي والتشويبة، يعني الواحد ما بحس حاله مرتاح. بالإجمال 25% إحصائيا من الأشخاص بعتقد أكثر بيعانوا بالنفخة، صح على الأكيد. اليوم ستيفاني خلينا نذكر مشاهدين بالكومبيتيشن الجديدة اللي هي أي في بروتين أكثر، سباجيتي السمرة نص كوب أما نص كوب من البرغل. فإذا سباجيتي وبرغل فيهم بروتين، مش إنه هن ما فيهم، بس أي وحدة أنا بقول البرغل فيها أكثر. هلا هذيك المرة ما ربحت، ما ربحت لا. لا أنا قلت النمورة وكانت غلط. مزبوط، فخلينا نشوف هلا ما تاخذوا الجواب مني بس هيك يا عم. في هنت بتكون عم تعطيها. على كل حال المشاهدين عم بيجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف أو دي سي دي سي رندا دنيا فهد أو بيري لايت هيلث سنتر. خبريتي اليوم ما بعرف اذا سمعتي فيها ستيفاني، هي عن انه الاف دي اي وافقت كرمال كمان آلة جديده لتساعد انه واحد يكون عم يضعف. هلا مش يعني هالآلة انا بحبذها ولا حبيت الفكره ابدا، ولكن وجبات تكون عم بحكي عنها. شو هي الفكره؟ بهيدي الآلة بيكون في تيوب وبنحط بقلب المعده، فاذا هو بيصير في شق صغير بالاندوسكوبي بفوتو تيوب، وهيدا تيوب من برا على المعده من برا بيكون في بورت مثل ديسك صغير محطوط. هلا وقت واحد ياكل بعد ما يتناول الاكل ب 20 دقيقه او نص ساعه بيعلق هيدا البورت بماشين اللي هي بيكون عم يعبي كيس بيعبي مي، وبيقدر يسحب هالماشين تسحب 30% من الاكل اللي هو موجود بالمعده وينزل دغري بالتواليت. هلا ليش محطوط مي بهيدا الكيس؟ لانه كل مره هيدا الكيس كمان بيقدروا يعملوا سكويزنج اما يشدوا الميت ليفوتوا حتى يكونوا عم يفكفكوا هالمأكولات ويخلوهم اكثر يقدروا ينزلوا. سو المأكولات 30% بعد 20 دقيقه بيكونوا نزلوا على التواليت، بعدين بتخلصي بتغسلي الماشين بتضبيها وهيك كل ما واحد بحس حاله هو ماشين. اولا يعني الفكره ما كثير حلوه ابدا، مش مهضومه انا حسيتها، حسيت بتشجع عالم عم يصيروا بوليميك ياكلوا زياده ياكلوا قد ما بدهم هيك هيك في بس الأكل فيهم يفضوا اكلهم. اكزاكتلي 100% طبعا ما بيهتم بحاله الواحد. طبعا المطلوب بيقولوا كمان المخترعين هالماشين انه الانسان يضل عم ياكل اكل صحي، ولكن اللي عم ياكل اكل صحي ما راح يلتجئ انا بالنسبه لي لهالماشين اكيد. واخيرا كمان هيدي الماشين بيقدر تعمل سايكل ل 155 مره، بعدين بدنا نكون عم نرجع نغيرها. سو هون بده يرجع واحد يفوت على المستشفى ويغير البورت بيضل يعديها بالمستشفى 100%، وبالنتيجه ما تعلمت مضبوط، ما سقطت. مش دغري قررنا انه سقطت الخبريه، ولكن انا حبيت لانه كثير عم نحكى عنها كثير فحبيت اشرح عنها، وعندي يوتيوب كمان كيف بتنعمل. شي نهار اذا كنا فاضيين بنقدر نحطه ونفرجي. اوكي، لارجع على موضوع النفخه، عم نحكي انه اكثر من 25%. ليش؟ لانه العالم كلها بتقول منفوخه. هلا في ناس بيقولوا منفوخين يعني منفخين، يعني كانه منفخين ايدين كانه مزبوط. في ناس بيقولوا منفوخين بيكونوا هن سمبلي نصحانين، يعني في فات بقلب بطنه بيقولوا منفوخ بطني. في ناس بعد ما ياكلوا وجبات كثير كبيره بينفخ بطنهم وهيدا طبيعي، ولكن في ناس كمان بينفخ بطنهم لاسباب معينه وهيدا اليوم الاكثر بدنا نحكي عنها. اليوم بدي احكي ركز على موضوع الفركتوز، وبدي احكي عن موضوع الشوجر الكحول بالنفخه. فنحن وقتا نقول انه منفوخين يعني نفخه عبينا مي، اكيد هون لها علاقه بالهرمونات، لها علاقه بادويه معينه، بادويه الضغط، ولها علاقه بتناول الملح. هيدا موضوع لحاله، نحن غذائيا بدنا نطلب من الاشخاص يكونوا عم يخففوا الملح. في شيء اشاره فينا نعرف انه عاملين ووتر ريتنشن؟ هو اكثر اشاره عند الاشخاص اللي بيلبسوا خواتم هي الخاتم ما بيعود يفوت ويطلع. أوكي. والاشاره الثانيه هي بكعب الاجرين كمان بيكون بين شوي انه يكونوا عم ينفخوا. هيدا له علاقه مثل ما قلنا بتناول الملح. هلا ثاني شغله، اذا نحن بجاندي كثير جد بيقولوا لك انا كثير ضعيف ولكن عندي بطن، اجمالا بيكون الرجال معظم الرجال عندهم الفات سيلز اما الخلايا الدهنية موجودة ببطنهم، فهن وقت يكون بطنهم كبران يعني الخلايا الدهنية تعبت، فإذا هن زايدين بالوزن، وهون الحل هو إنقاص الوزن.
هلا بنرجع على ثالث موضوع اللي هو اكثر بدي احكي عنه، هو النفخه من اسباب ثانيه. هو هلا نفخت، يعني اليوم في يكون الصبح بوعى فلات، بعد ساعتين بنفخ، اما بالليل بنفخ بطني، ثاني يوم برجع بوعى ما عندي هالنفخه. هيدي هي النفخه اللي انا عم بحكي عنها، مش اللي هو بطن موجود على طول قدامنا. هون اللي عنده نفخه عندي عده نصايح له. اول نصيحه هو ممنوع يترك حاله بلا اكل، هيدي دائما بنقولها، لانه ساعتها بفوت الهواء على قلب المعده والمصران ما ينفخ المصران. فتناول الاكل على وقعات معينه كل 3 ساعات هو من الضروريات. ثاني شغله ممنوع ناكل وقعه كبيره، وبطبيعه الحال هون اذا نحن قسمنا اكلنا على وقعات صغيره رح توصل وقعه اساسيه ما رح تكون كثير كبيره، فهيدا حليناها بطبيعه الحال. ثالث شغله انه نحن ما بدنا ناكل بسرعه، لأن وقت ناكل بسرعة بيصير في شغلتين، أولاً رح يفوت هواء مع الأكل لأنه نحن عم ناكل كتير بسرعة، وثانياً رح ناكل زيادة لأنه نحن ما تركنا مجال لعقلنا يعرف أنه نحن شبعنا. فإذا هون الأكل البطيء هو شغلة كتير مهمة. هلأ في شيء بدي أقوله عن رياضة، في أشخاص هن أشخاص بالفعل كتير كتير ضعاف وبيصير معهم نفخات كتير متواصلة، ننتبه سيفاني أنه هن عضل بطنهم هو خفيف ما بيعملوا رياضة، هو رخو. فإذا هون نحن وقت نشد العضل البطن، وخصوصا عضل وقت تشد العضل تعمل رياضة، عضل كل الجسم بيشد ومنه عضل المصران، فبيصير هالبرستلسز المصران اللي هو عم يشتغل لينزل يهضم الأكل وينزله لبرا، عم يشتغل بطريقة مزبوطة، منه قاعد رايق والأكل جمع بمحل واحد وعم يصير فيه فيرمنتيشن. الرياضة هون كتير ضرورية، فإذا رياضة لتقوية العضلات، عضلات البطن والمصران هي كتير مهمة من ميلة، ومن ميلة تانية الرياضة اللي نحن بنقول عنها بأنه نمشي أو أنه نركض أو أنه نسبح، هذه الرياضة بتروق الأعصاب، لأن نحن كمان نعرف وقت يكون عندنا سترس معين كتير عالم ينفخوا من وراء سترس. صح، دايما بحكي عن الاشخاص وبشوفهم كثير بعيادتي اللي بدهم يلبسوا فستان معين بعد يوم يومين فجاه بحسوا بطنه نفخ، هو الفكره انه انا بدي البسه ولازم يكون فلات وما يبين عندي شويه بطن، بحد ذاتها بتبعت مسجز هيدا الستريس بيخلي يصير في نفخه. فاذا هون كمان انه نكون مرتاحين شغله كثير مهمه. اوكي، لانتقل بحديثي، فاذا شو علاقه الفواكه بالحديث اللي انا بدي احكي عنه؟ الفواكه بتحتوي فركتوز. هلا نحن بنعرف انه نحن لازم ناكل فواكه ولازم ناكل الياف بالحقيقه، لانه الالياف بتساعدنا نفوت على التواليت، وقت نفوت على التواليت ما بيعمل هالشيء نفخه، ولكن اوقات بنعرف انه زياده الالياف بتعمل نفخه، فهون البالانس هو كثير مهم. بالنسبة للفواكه، فواكه فيها فركتوز، فركتوز بقلب الجسم هو بيمتص المي بطريقة بنقولها أوزموزس، وهون هو وقت يكون عم يمتص المي عم يكون يساعد إنه يمتص المي حتى هالفواكه أو الفركتوز يروح على المصران وبعدين يظهر لبرا، ولكن أوقات بيمتص مي كتير بطريقة إنه هو الجسم ما بيقدر يهضمه، فوقت الجسم مزبوط ما عم يقدر يهضمه ويكسره عم يروح مثل ما هو على المصران الغليظ، وقت راح على المصران الغليظ هون صار في فيرمنتيشن، أما تعفنات، أما صارت البكتيريا هي تحت عم تشتغل، ما عم مش تهضيم، طريقة التهضيم هي اللي قصقصتهم، فهالشي أدى للنفخة. طيب الغازات كمان بتعمل نفخة رندا؟ طبعا، ما هي هيدا الفيرمنتيشن بيعمل غازات، فهن وقتها يوصلوا على المصران عم تجي البكتيريا تكون عم تقصقصهم، فهون عم يصير عندنا غازز عم تحدث الغازات. هلا بدي كمان اشرح اكثر على هذا الموضوع. فهون في عندنا عالم اجمالا بيتحملوا ياكلوا 25 جرام من الفركتوز اللي هو موجود بقلب الفواكه، اللي هي وقتها هون نكون عم نحكي على 3 قطع فواكه بالنهار او 4 قطع فواكه ما عنده مشكله فيها. في ناس ما بيقدروا يتحملوا هالشيء، بيقدروا يتحملوا في فواكه فيهم اكثر فركتوز من مزبوط، هلا رح احكي عنهم. في ناس ما بيقدروا يتحملوا اكثر من 11 جرام، وقت نحكي 11 جرام يعني هي قطعه فواكه وحده، فهون بنلاحظ انه هالاشخاص اذا اكلوا قطعه فواكه وحده رح يكونوا مرتاحين. ولكن وقت ياكلوا اكثر من قطعه فواكه هالشيء رح يكون عم يزعجهم. بدنا كمان هون اقول انه في اشخاص ما بيتحملوا اكثر من 5 جرامات، هاي اللي بدي احكي،
يعني فركتوز. وبدي كمان اذكر انه الفركتوز موجود بالعسل، بدي اذكر انه فركتوز موجود بالسوفت درينكس اللي بنشربهم، وقت المربى الدايت اللي بناخذهم. مزبوط. هلا رح احكي على الدايت اكثر اللي فيهم شوجر الكحول، عندنا وقت اليوم وموضوع كبير ولكن حلو. فاذا هون الفركتوز كمان وقت نقرا شيء هاي فركتوز كورن سيرب، يعني في موجود فركتوز، في موجود كثير ببونبون، موجود كثير باشياء حلوه نحن بناكلها، فهي كلها فيها فركتوز نحن بنكون عم ناخده زياده. فاذا هون نحن بدنا ننتبه للكميه. كنتي عم تساليني على اشياء هي عاليه بالفركتوز، مزبوط، بالفواكه العاليه بالفركتوز عندي هون التفاح، وهذا العالم يتفاجئوا فيه. فالتفاح في كثير فركتوز، هو من حتى اذا جراني سميث مزبوط. ايه مشان هيك العالم هون بيتفاجئوا انه كيف التفاح. إيه؟ ولكن التفاح هو من الاشياء اللي بتسبب نفخه. الانجاز كمان، البطيخ هو من الاشياء اللي هي عاليه بالفركتوز اذا كان احمر او اذا كان اصفر. المانجو كمان هو من العاليه بالفركتوز. هلا الاشياء اللي هي اخف حتى اكون عم بذكرها كرمال العالم ترتاح تاخذها، كل شيء هو له علاقه بالحمضيات، ومنها الليمون والجريفون والى اخره، اللي هي فيها أقل فركتوز. هون كمان فينا نحكي على المشمش، وفينا نحكي كمان مشمش أقل من التفاح. مزبوط. واللي عنده مشكلة بالمعدة اللي يتحمل الفركتوز بيقدر يأكل المشمش أكتر. وكمان الموزة هون هي من الأشياء اللي بننصحها. وأخيرا الباين أبل، أما الأناناس. أوكي. فساعتها واحد يختار هول الأنواع من الفواكه مش الأنواع التانية، هذا شيء بيقدر يأكل أكتر. يرتاح. ونحن بنعرف كمان هون على الفواكه المجففه ستيفاني، هي كل ما كانت مجففه يعني كميه الفركتوز فيها كونسنتريتد اكثر او موجوده بكثره اكثر، لانه المي رايح منها، لانه نحن فينا نتناول منها كميات اكثر. فهون كمان اللي عنده هالمشكله نفخه من وراء الفركتوز بده ينتبه من قضيه حتى لو هيلثي، بس اذا عنده هالبروبلم لازم ينتبه. يكون عم ينتبه له. والا في يقول انا عم باكل هيلثي ومعلش اذا صار عندي نفخه وغازات وهيك بدي طنش عليهم، انا اكل مظبوط وعم باكل شيء هو حر. ايه وعم باكل شيء كمان كثير ناس بيعملوا على يحافظوا على وزنهم كمان، لانه اوقات وقت يكون عندنا انتولرنس ما قادر جسمنا يتحمل الفركتوز، ساعتها واحد كمان يفوت على التواليت اكثر. ففي كثير ناس بيطلبوا هالشيء ليفوتوا على التواليت. اوكي. هلا من هون بدي احكي كمان عن موضوع ثاني ما كثير بنتطرق له، هو اللي اسمه شوجر الكحولز بالعلكه. اكزاكتلي. اللي هي بتنحط بدل السكر العادي بالعلكه، بالبونبون، بمشروبات معينه نحن بنشربها، اللي هي بيكون مكتوب عليها او بدون سكر او قليله السكر. هو بالحقيقه الشوجر الكحولز هي شغله ما بيقدر الجسم يمتصها بكاملها. أما السويتنر، أما المحلل الاصطناعي، نحن المحلل الاصطناعي حلو كتير، ولكن شو قصته؟ قصته إنه جسم ما قدر يمتصه، ظهر لبرا. فإذا نحن وقت نكون عم نكتر منه أو عم نكتر من الشوجر الكحول، اللي هو الجسم بيمتص شوي منه وشوي تاني هو ما بيمتصه، فإذا هون نحن عم نعرض حالنا لأنه هالمواد تروح على المصران الغليظ وهي منا مهضمة. إذا نحن مش مهضمينا هنيك عم تشتغل البكتيريا فيها، وقت البكتيريا عم يشتغل هنيك اللي صار عنا غازات. مشان هيك بحب اذكر كل هول العلكه اللي فيهم مانيتول وسوربيتول، اللي حكم السن بيوصفوهم لانه هن ما في بكتيريا تشتغل فيهم بقلب التم، فاذا البكتيريا ما اشتغلت فيهم بقلب التم ولكن البكتيريا عم تشتغل فيهم بقلب المصران، مشان هيك هول معقول يقدوا للغازات. وكثير اشخاص ستيفاني ما زلت ذكرت العلكه عندها حكينا عن ادفانتجز اما حسناتها باوقات ثانيه، ولكن اليوم على السيئات. اول سيئه انه نحن كل ما نحن عم نعلق عم يفوت هواء على قلب بطننا، فهذا عم يؤدي لنفخه. والشغله الثانيه انه نحن عم ناخذها، معظم العلكه الموجوده هلا بالسوق هي شوجر فري، يعني ما فيها سكر، مما يعني هي انه اكثرها بتحتوي على محلل اصطناعي وعلى شوجر الكحول، وهول اثنيناتهم مثل ما شفنا بيؤدوا للنفخه. وكمان بس شغله بدي اذكرها انه كثير في اشخاص كثير بيلتجوا للعلكه بخلال نهارهم حتى ما يكونوا عم ياكلوا اكل، وهول الاشخاص كثير عم يعانوا من النفخه، فانا نصيحتي انتبهوا. ميرسي لندا، نرجع بنشوفك نكست ويك ان الله راد. مشاهدينا وقفه وبتكونوا مع جيت فيت.